بص احنا من 2002 قناه المجد، من 2002 ل 2020 انت بتتكلم في 18 سنه. 18 سنه مرينا بمشاكل كتيره جدا، مرينا بايجابيات كتيره جدا، استفدنا من تجاربنا. لاني اساسا يعني شبكه تلفزيون المجد دي مش موجوده في العالم كله طبعا، في العالم كله مش موجوده. طيب ايه اكتر او اكبر استفاده احنا استفدنا بيها كشبكه قنوات المجد؟ مع انا كنت لسه هكمل في الموضوع ده. على سبيل المثال، انك تطرح نفسك في السوق المصري هنا في مصر، انك شبكه المجد بتقدم اعلام ملتزم هادف في ظل، طبعا مش هذكر اسماء، في ظل الصخب الاعلامي اللي موجود ده، استفاده كبيره جدا. انك تتعامل مع شخصيات مشهوره في مصر ويقول لك قناه المجد احنا بنسمع انها قناه محترمه جدا وليها السبق الحمد لله، وليها السبق في كل حاجه طبعا. اساسا انك انت تقعد على الورق مع المؤلف وتقول له هنا انا استفدت ايه في المشهد ده، المسلسل ده كله في اداره على فكره عندنا بتعمل ده، احنا نفسنا بنعمل ده. بروح لمتولي حامد البيت، بروح للممثلين احيانا البيت، بنقعد نتقابل. فاكر لما ودتني لعبد المنعم رياض؟ فاكر في الشارع العريش في مسلسل كان احلم بيوم، كان احلم بيوم. وداني غزي الممثل عبد المنعم رياض اللي عمل دور عوف عوف، وعرفني عليه وقعدنا مع بعض واتكلمنا في شغل. في شغل ده امتع حاجه بالنسبه لي طبعا. ونرجع هنا محمود لموضوع مهم والله عايز اقوله للجمهور، يعني انت لما تشتغل الحاجه اللي انت بتحبها هتبدع فيها. لما مجرد بس اداء وظيفي بتروح دوامك وبتقضي كام ساعه بتاعتك، انت مش هتبدع ومش تبقى عنصر فعال في المجتمع، وهو ده الدين بالظبط. احنا دايما حتى نقول انك تكون عنصر فعال في المجتمع. اكيد طبعا انت فاهم قصدي ازاي؟ طبعا. حب بقى الشيء اللي انت بتقدمه. واحنا دايما في الشغلانه اللي احنا بنعملها دي نقول يا تحبها يا تسيبها. صح ده حقيقي. انك لو ما حبيتهاش يعني كنا هنا بنتناقش في مره بنقول الله الدوام مثلا عندنا هنا في دوام من كذا لكذا، فلما بنلتقي بالليل وبنقعد نتكلم في المسلسل وبنقعد نروح نقابل ممثلين بنقول هو يعني الاداره عارفه ان احنا دلوقتي مجتمعين في الشغل، ما تعرفش بس احنا حابين ده اللي هو بره الدوام، يعني بره ساعات الدوام يعني. يعني احنا في الدوام شغالين حاجه بتعملها من بعد الدوام من حبك برضو يعني. ده عن حب بقى انت بتعمل ده عن حب بقى.